مرحبا بكم متابعي 24 جرات. وصلنا معكم إلى ترند، وترند هذا المساء دوما هنالك اتهام للإعلام بكافة أشكاله إنه هو غايب في الأحداث المهمة، ودوما نحن في مجال الصحافة والإعلام بيقولوا لنا أنتوا كنتوا وين لما حصل كذا، وأنتوا كتبتوا شنو، ومثلا اتهام للمؤسسات سواء كانت إذاعات أو تلفزيونات أو حتى صحف بأنهم هم ما بيقدموا الحقائق كاملة. وهنالك يعني دوما يعني شيطنة وتجريم للعمل الإعلامي، رغم أنه أنا يعني عايز أقول عبر هذا المساء تحية لكل صحفي يناضل من أجل الصحافة بكافة أشكاله. يعني عندما نقول صحفي ما بنقصد بس الصحفي في الصحف، يعني الصحفي في التلفزيون، الصحفي في الإذاعات، وحتى الصحفي الممارس بطريقة بروفيشنال أو طريقة احترافية في السوشيال ميديا المختلفة، هو بيمارس في عمله بمهنية كاملة، يعني لأنه الصحافة ليست مهنة سهلة، وتعرض الشخص لضغوط كثيرة يعني بيدخل فيها يعني حدود حتى القتل يعني، وإحنا شفنا يعني اغتيال المراسلين في دول يعني مختلفة، والصحافة دوما يعني تدفع الكثير يعني، والصحفي يحتمل على نفسه كثير من الاتهامات وشيطنة والتجريم وغير ذلك. اليوم اخترنا لكم الترند الموجود، بما أنه نحن عندنا كارثة فيضانات وسيول ومناطق تضررت بالكامل، هنالك حديث حول أنه الإعلام بغيب عند اللزوم. عايزين نعرف التفاصيل، وعايزين نعرف الإعلام ذاته دوره شنو، هل بيقوم به الإعلام الآن ده الدور المطلوب منه، ولا في دور أكثر من كده؟ معنا داخل الاستوديو الأستاذ مصعب شريف الصحفي، مرحب بك ومساء الخير عليك. مرحب بك ومرحب بكل المتابعين وبكل المستمعين في كل مكان، يعني احنا بنحييهم من هنا في هذا المساء، نترحم برضو على الذين راحوا ضحايا لهذه الكارثة. نعم. التي ألمت بالبلاد وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، نحن نترحم عليهم. نعم. وإن شاء الله ربنا يجعلها آخر الأحزان وآخر الكوارث إن شاء الله يا رب العالمين، وإن شاء الله يعني ما يجينا خريف أو سيول أو فيضانات ويكون عندنا فيها يعني خسائر بالرقم الكبير ده، لأنه حقيقة يعني الأوضاع لا تحتمل يعني كل هذه الخسائر. احنا عايزين نعرف دور الإعلام في مثل هذه الظروف. وطبعا الدور الرئيسي للإعلام هو تسليط الضوء على الكارثة او على الحدث، يعني مهما كان الحدث هو عند الصحفي او عند الإعلام هو حدث لا يقبل المزايدة ولا يقبل الوقوف عنده. نعم. يفترض أن ينقل بكل شفافية وأن يسلط الضوء عليه ويجعله إذا كان يستحق أن يكون هذا الحدث قضية عامة، الإعلام مطالب بأنه ينقل هذا الحدث ويصبح قضية عامة، الإعلام كذلك مطالب بأنه يكشف الحقائق حول هذه القضية. نعم. ويكشف القصور ويكشف كل الأسباب التي أدت لحدوث مثل هذه القضايا ومثل هذه الكوارث التي بتقع عندنا. ده الدور. نعم. الحقيقي للإعلام، ثم ذلك بعد ذلك ينتقل الإعلام للدور بتاع المعالجة في كيف إنه نحن نعالج الكارثة دي، وكيف إنه نسلط الضوء عليها بعد ذلك في الخطوات اللي بتعالج الكارثة وننقل الناس من الفعل إلى معالجة الفعل يعني. نعم. طيب من خلال متابعتك وأنت كصحفي، يعني اللي قاموا به الإخوة الصحفيين والإعلاميين الآن يعني ووصولهم لمناطق المتأثرين، هل هو كافي؟ أنا إذا مسكت إعلامنا الداخلي أنا حقول إنه للأسف يعني هو ما كافي بنسبة كبيرة، وده بيرجع طبعا لأسباب عديدة جدا، يعني الصحافة السودانية حاليا بتعيش وضع اقتصادي سيء جدا. صحيح. أسوأ فترة مرت بالصحافة. أيوة بالضبط كده، خصوصا إنها هي منافسة من قبل الإعلام الإلكتروني. بالضبط كده، وأصبحت مؤثرة يعني دي على أداء الزملاء في مثل هذه الكوارث، ووصول الإعلام للمناطق اللي بتتعرض لها دائما، بنلقى إنه بيقول لك الإعلام جاء متأخرة وإنتوا وصلتوا متأخرين، لكن الأسباب ذاتها هي كثيرة يعني أدت. نعم. ومحيطة يعني
في زمن غريب جدا كان الصحف بتمتلك مراسل في كل مدينة أو في كل ولاية. صحيح. يكون في مراسل وهو كل ما تحصل حادث بتلقيه متواجد في وقت مبكر جدا، لكن نسبة للظروف اللي بتمر بها البلد وبمر بها الاقتصاد العالمي وبتمر بها الصحافة على وجه الخصوص، هي غلصت صحفيين وغلصت مراسلين يعني بشكل كبير جدا، وأصبحت يعني الصحيفة ذاتها تدار من فئة قليلة جدا داخل المبنى أو بتاع الصحيفة، فأصبح غياب المراسلين هو مؤثر على العمل، وأصبحت الصحيفة توفد شخص بعد 3 أو 4 يوم لتغطية الأحداث، وأصبحت الصحف تهتم فقط بالقضايا التي تشكل الرأي العام، من ثم بعد ذلك يتم إرسال شخص لتغطية هذه، فدي كلها نتيجة لأنه الصحيفة نفسها داخلة في ديون وما قادرة إنها توفر للكادر اللي بترسله إنه يغطي، أو الصحفي اللي بترسله إنه يغطي الحادث، هي أصبحت غير قادرة على إنها توفر له تكاليفه ومصاريفه واحتياجاته اللي بيحتاج لها في الوصول للمناطق دي. عشان كذا يعني أصبح الإعلام الداخلي ضعيف مقارنة بالإعلام الخارجي اللي شفناه في الأحداث دائما هو سباق، وده بيرجع للوضع الاقتصادي المتوفر لهم أو الوضع المالي المتوفر لهم في القنوات العالمية مقارنة بقنواتنا، ودي مسألة برضو هي محتاجة إنه الدولة تقيف عندها ومحتاجة إنه الناشرين والصحفيين يسلطوا الضوء عليها على أساس إنه نحن حتى لا يعني يأتينا زمان لا نجد فيه صحفيين من الداخل في كوارثنا وصحفيين من الداخل في ظل الهجرة الكبيرة اللي أصبحت تطرأ على المهنة نفسها. نعم. طيب بعض المؤسسات الصحفية لجأت لأنه اللي هو المواطن الصحفي، يعني هنالك كان يعني مقولة تتحدث عن أن المواطن يتحول إلى صحفي وانتشار صحافة الموبايل والسوشيال ميديا وغيرها، هل هي يعني داعمة للعمل الصحفي الرسمي اللي هو عنده مؤسسة وعنده إدارة وعنده مثلا منتج بيطلع للناس سواء كان صحيفة أو مجلة أو تلفزيون أو إذاعة؟ هي صحافة الموبايل موجودة في كل الدول، لكن نحن ما بنقدر نسمي المواطن الصحفي، لكن ممكن نسمي صحافة الموبايل باعتبار انه الزول اللي درس اعلام او الزول اللي اتخصص في اعلام وما وجد شغل او ما وجد، اصبح هو يلجأ للموبايل في مناطقه ويعكس به الحاجة دي. وانا عايز اشيد برضه من هنا بزملاء بيعملوا في الجانب ده، هم ما مرتبطين بصحف، لكن في مناطق كثيره جدا في السودان اصبحوا مصدر يعني للاحداث اللي بتحصل في مناطقهم. صحافه الموبايل لو نحن مشينا لها وخليناها على يد المواطن، هي ممكن تكون ايجابيه وسلبيه. وممكن سلبياتها تكون اكبر من ايجابياتها، باعتبار انه ليس كل ما يقال ينشر وليس كل ما يرى ينشر، يعني في حاجات ممكن تاثر على القضايا القوميه، وفي حاجات ممكن تاثر على البلد، وفي حاجات ممكن تقود لفتنات مناطقيه وفتنات فتنه جغرافيه وفتنه قبليه وما شابه ذلك. فعشان كده التعامل مع الصحافه والتعامل مع الحدث عبر الموبايل المنقول في الصحافة أمر يحتاج إلى دقة عالية يعني. صحيح. والدقة ما 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 الإنسان ما بيحصل عليها إلا من خلال الخبرة ومن خلال الممارسة العملية اللي بيلقاها. عشان كده إحنا هسي بنشوف في السوشيال ميديا كثير جدا من المشاكل اللي بتحصل، كثير جدا من الأخطاء اللي حصلت نتيجة لناس يعني هم مارسوا المهنة الصحفية عن طريق ما يسمى بصحافة الموبايل. وقعوا في أخطاء، وعندنا نماذج يعني بلاغات وحاجات مفتوحة في أشخاص، في حين أنه ممكن تجد صحفيين ممارسين المهنة وبيمارسوها لم يتعرضوا إلى بلاغات نتيجة للخبرة، لأنه الصحفي هو عارف يتناول يتجانب وبيقرأ تأثيرات الخبر، وحتى الخبر نفسه ممكن يتناوله الصحفي، لكن الجوانب اللي بيغطي بها ما تأثر مجتمعيا. بالضبط كده. أيوة، ده نتيجة للممارسة يعني. يعني في كثير جدا من القضايا يعني فجروها الصحفيين بأسماء مستعارة عشان يتجنبوا حتى مشاكل صحيح أسرية ومشاكل داخلية، وفي كثير جدا من القضايا كان ممكن ينشروها الصحفيين وهي كان ممكن تتسبب في كوارث كثيرة جدا، لكن هم بيتعاملوا مع المسائل مرات بعيد عن إنه إحنا زي ما بقولوا وقوع الضرر يعني. فدي كلها حاجات بتتطلب انك انت كصحفي لازم انك انت تكون دقيق في نقلك. عشان كده الحاجه اليوم نلقاها عند المواطن بالرغم من هو حاليا اصبح مصدر، لكن برضه التعامل معه
حذر شديد. نعم. فأنا شخصيا طيب يعني معروف انه الصحفي بيكون عنده مصادر يعني، والمصادر دي هم ما صحفيين ولا متخصصين، بيبقى الدور المفروض يقوم به الصحفي شنو في التعامل مع المصادر المختلفة؟ ايوه هي دي واحدة برضو من الشطارة الصحفية، يعني لابد من انك انت يكون عندك مصادر متعددة في مناطق متعددة تقدر تصل بهم للمعلومة. نعم. اذا نحن مثلا لقينا المادة الصحفية موجودة من مواطن نشرها عليه حاليا في ظل السوشيال ميديا نشرها، فانت كصحفي بتلجا عشان تاكد المعلومه دي بتبحث عن مصادرك من داخل المنطقه، بتبحث عن اشخاص انت بتثق فيهم بينقلوا لك الحدث وبينقلوا لك الصوره الحاصله في المنطقه، وبعديها يا اما هم اكدوا لك الروايه بتاعت الشخص ده او اما انه انت نفوا لك. نعم. المصدر في الحالات دي ممكن يكون اكثر من شخص، يعني عشان انت تقدر تصل للروايه وتاكدها، يعني ممكن. نعم. يكون عندك مصدر في بعض الاحيان ممكن تاثر عليه الحادث ويكون ما عايز ينقله. نعم. فانت برضه بتسعى لانك انت تثبت الحاله دي من كم مصدر، ودي. نعم. الشطاره، يعني هو الصحفي دائما بيترك اسمه، بيترك زي ما بنسميه نحن رقم تلفونه في اي منطقه وفي اي حته. نعم. على اساس انه هو يقدر يصل للناس ويقدر يتواصل معاهم في اي زمن عشان يقدر ياكد المعلومه او ينفيها اذا وقعت يعني. نعم. وبعدين يتناولها بالتحليل، يعني ما اي معلومه تجيه هو بس بياخذها وبينزلها. طيب خلينا نمشي لجانب ثاني، احنا بنتكلم عن انه الاعلام تاخر عند اللزوم. انا عايز اسال من حته الناس قد تكون خفيه عنهم، انه العمل الصحفي ده بكافه اشكاله يعني وكافه مؤسساته سواء كانت مسموعه او مقروءه او مرئيه، يعني عمل الصحفي الرسمي ما بيتم ساي، يعني في اذونات للتصوير، في اجراءات بتتم، ودي بالتاكيد بتخلي انه وصوله للخبر وتقديمه متاخر. هل التعقيدات دي ممكن نقول إنها هي يعني السبب الرئيسي في التأخر ولا في أسباب أخرى؟ هي شوفي دي واحدة أنا قبل ذكرت عن إنه الأسباب ممكن تكون اقتصادية، لكن برضو دي واحدة من الأسباب اللي هي ممكن تأخر الصحفي في إنه يصل. يعني نحن الليلة في السودان برضو إذا عايز أنت تتحرك أو أنت كصحفي عايز تتحرك لمنطقة لازم أنك أنت برضو تحصل على تصديق في بعض المناطق، بالذات المناطق الحدودية. نعم. فأنت لازم أنه الدولة تصدق لك حتى أنت تقدر تتنقل داخل المناطق دي وتقدر أنك أنت تصور وتعمل. الدولة هي طبعا هتتحرك في أنه يا أخي الصحفي ده وممكن تتأخر فيك، لكن يعني دي أنا من هنا برضو بناشد الدولة إذا كانت الحكومة الموجودة حاليا والحكومة الحاجينة في لاحقا. نعم. بالناشدة إنه تهتم بالقضايا دي وتسهل للصحفيين دور ووصولهم، يعني. نعم. تعقيدات كثير جدا من المواطنين ما بيعرفوها، يعني إنك أنت ماشي تغطي كارثة في منطقة لابد من إنه أنت تحصل على تصريح من الجهات المسؤولة، إذا كانت الجهات دي إذا كان الأمن أو الاستخبارات أو الشرطة نفسها حتى في الأحداث داخل الخرطوم، فكانت دي كلها حاجات. في بعض الحاجات ممكن نقول سقطت يعني في مع سقوط الدولة أو سقوط النظام السابق، زي مثلا زمان أنت عشان تغطي مظاهرة داخل الخرطوم فأنت محتاج تصريح، حاليا الحاجة دي بقت ما موجودة داخل الشرطة، أنت ممكن تغطي أي مظاهرة وتمشي تطلع رغم انه انت برضه بعدك ممكن تتعرض لانتهاكات أو مساءلات، لكن في النهايه في حال النقل الخاص ايوه الصحفي هو لابد من انه يكون ناغل للحدث، يعني مهما كانت الضغوطات اللي بتكون عليه من الجهات الرسميه او من جهات ثانيه، فلا بد من انه هو ينقل رسالته كامله دون التاثيرات، يعني دون التدخل فيها، طالما انها رساله وطنيه بتخدم الوطن، بتعبر عن قضايا الوطن، بتخدم المواطن، بتعبر عن قضاياه وعن مشاكله عن اوضاعه البعيشه، يعني في ظل الصعوبات دي بالذات على وجه الخصوص يعني. نعم. بالعوده للصحافه الورقيه وازمتها الكبيره، واحنا تناولناها في اكثر من مره، انه الصحافه الورقيه هي في كل العالم بتمر بضائقه، لكن في السودان الضائقه اكبر، يعني من عدم توفر للاحبار لمشكله الورق وغير ذلك، يعني اضافه لانه يعني تكلفه الجريده ما عندها علاقه بالسعر اللي بيشتري بها المواطن. فكيف ممكن تلعب الصحافه الورقيه الدور اللي كانت بتلعبه في السابق في ظل كل هذه التحديات؟ صعب صعب جدا في ظل التحديات دي انه الصحافه الورقيه تكون بنفس الدور السابق، يعني حتى الصحف كثير جدا من الصحف الورقيه بدات تنتقل الكترونيا، يعني وعلى اساس انها هي تقدر تواكب وتصل
لأنه في السابق يعني الصحافة كانت بتصل أطراف الدولة. صحيح. كانت بتنقل يعني النسخ، تنقل من الصباح إلى القضارف، تنقل إلى كسلا، تنقل إلى بورسودان، تنقل. فحاليا أصبحت في مدن يعني الصحافة ممكن تجيها ثاني يوم يعني في ظل الصعوبات اللي بتواجهها الصحف. صحيح. الصحف ذاتها زمان كان بتوفر عربات عربية بتاعت نقل بتشيل العدد بتاعها بتوديه لأقصى المناطق، حاليا بقت ما موجودة في الخرطوم غياب المكتبات. يعني زمان كان في مكتبات موجودة متخصصة للصحف، يعني بتجي تلقى فيها الصحف تم إزالتها في مناطق كبيرة جدا، ودي من الأخطاء برضو ارتكبها النظام السابق وترك الدولة يعني تعاني. وحقيقة يعني إذا الناس عايزين يشاهدوا أي أمة يشاهدوا للصحافة بتاعتها ويشاهدوا الإعلام، إذا وجدوا فيه الإعلام اللي بيحمل الرسالة فهم حيتأكدوا إنه ما زالت الأمة بخير يعني. طيب تحول الصحافة الورقية إلى صحافة إلكترونية، هل خلاها تواكب الأخبار المتسارعة الموجودة في السوشيال ميديا؟ لأنه يعني على الصحفي إنه يتأخر شوية في التأكد من خبره في صياغته، لأنه حتى الصياغة ما بتكون بنفس الطريقة يعني. هل ده بيخليها متأخرة خطوة؟ يعني هو دائماً الالتزام. نحن برضو عندنا واحدة من مؤثراتنا الموجودة هي على الواقع بتاعنا في الصحافة السودانية، اللي هو المسألة بتاعت التسرع في نقل الخبر يعني. والحاجة دي مؤثرة وبتضر بالصحافة باعتقاد مرات يعني. بننقل يعني على سبيل المثال، إذا التقى مثلا فولكر حمدوك ممكن نطلع خبر عاجل إنه فولكر يلتقي حمدوك، والخبر هو ليس لغا فولكر حمدوك. فولكر ممكن يتصل بحمدوك، ممكن يقابله، ممكن يضرب له، ممكن يتواصل معه بوسائل التواصل الموجودة. الخبر هو ما دار في 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 هذا الحدث. يعني الخبر الصحفي الشاطر بيفتش عن ما دار في هذا الحدث، وهو بعد ذاك بيتأنى عليه ويطلعه للناس، بيصبح هو المهم أو الأكثر أهمية من اللغاء. يعني اللغاء هو عبارة عن لغاء، يعني لما نقول فلان لقى فلان خلاص هو ليس حدث يعني. هل الصحافة الآن تعيش أزمة السبق الصحفي؟ نحن ما بنسميها إنها تعيش، لكن نقدر نقول إنه في صحافة مهنية بتقدم سبق صحفي جميل، وبتقدم سبق صحفي متمكن، وفيها صحفيين ممتازين جدا دون شك. وفي نفس الوقت في صحافة أخرى للأسف تضلل الناس بالسبق الصحفي. نعم. وتنفي ما تنشره يعني. تجد الليلة بالذات في الصحافة الإلكترونية بتلقى إنه في صحفيين بيبحثوا عن المشاهدات وعن القراء حتى إذا كان الخبر خارج السياق يعني. نعم. لكن رغم ذلك بتجي تلقاه إنه تاني يوم ينفي نفس الخبر اللي هو قدمه للناس أمس. فبرضو الغاري السوداني هو حصيف جدا ومتابع بشكل جدا، بيقدر يميز بين الخبر الصادق والخبر الصحيح، وبين الخبر المصنوع والخبر المقصود منه تضليل له هو، والخبر اللي بنسميه الفيك. فدي برضو أنا بشبه أيوة. فكثير جدا يعني من الغاري هو برضه لصيق بالصحفي، فأحيانا يتصل على الصحفي يعني يسأله هل هذا الخبر صحيح، هل ما نقل، هل هذا الخبر ده كيف، الخبر ده ما صحيح، هو يأكد لك إنه الخبر ما صحيح يعني قبل ما. لكن أحيانا الأخبار المزيفة تكون هي الترند، تكون هي الترند، لكن في ظل الصحافة الإلكترونية يعني الخبر المزيف يمكن نفيه سريع يعني. الليلة إذا في الصحافة الإلكترونية أنا نقلت خبر عنك أنت كمذيعة، أنت ممكن تنفي من داخل الخبر يعني. نعم. ممكن بتعليق تجي تنفي الخبر هذا غير صحيح خلاص. نعم. الناس حتركز مع تعليقك وحيطلعوا عنك. نعم. كذاب يعني. يعني التفاعلية الموجودة في الصحافة الإلكترونية التفاعلية الموجودة أيوة هي أدتك إنك أنت تقدر تنفي خبرك في وقت وجيز جدا وفي وقت سريع. نعم. وفي نفس المكان النشر فيه الخبر يعني، والحاجة. نعم. دي شفناها كثير جدا. نعم. وحتى بنلقى إنه الناس بتعمل لها سكرين شوت وبتتداولها في صحيح. في داخل السوشيال ميديا يعني. طيب نحن في الفترة دي بنسأل دائما يعني أصحاب المهن المختلفة عن مبادراتهم، يعني المنظمات بيجوا بيقدموا مبادراتهم، الفنانين بتكون عندهم مبادراتهم، هل بنقدر نسأل الصحفيين إنه المبادرة بتاعتكم شنو للمتضررين بسيول والأمطار في المناطق اللي تأثرت بها؟ السؤال ده بنقدر صعب الإجابة عليه. والله هو بتقدر تسألي، لكن. نعم. نحن بنعيش في صراع حاليا غياب الأجسام الصحفية الموجودة اللي هي بتمثل الصحفيين أصبحت ما في بشكل كبير، أو في وقت حاليا بتشهد فيه
الصحافة برضو صراع حول النغابة وتشكيل النغابة. صحيح. فكل ما كان في جسم موجود بيمثل الصحفيين، كل ما كان الجسم ده هو صاحب المبادرة، وكل ما هو سبق الصحفيين في مبادراتهم. لكن يمكن أن يكون هنالك مبادرات شخصية من زملاء صحفيين، خاصة صحيح. اللي بيكونوا هم من أبناء المناطق اللي بتتأثر. نحن بنشوف هم بيتواصلوا معنا حقيقة، أيوة، يعني في جروباتنا. نحن برضو نشكرهم من هنا، وخاصة في المناقل وفي ما في نهر النيل. نهر النيل وبعض المناطق في دارفور. نقول لهم إن شاء الله ربنا يعني يزيح عنكم هذا البلاء. مرجع تاني لنفس النقطة، بقول إنه المبادرات بقت شخصية داخل الوسط. صحيح. الصحفي أو توعوية نفسها يعني. أيوة أيوة أيوة. لكن في صحفيين برضو بيشاركوا في المبادرات الثانية، كل لهم دور. يعني بتلقى إنه مثلا الفنانين قدموا مبادرة، بتلقى خلال الوفد في عدد من الصحفيين هم مشاركين وموجودين وبينقلوا الأحداث وبيحاولوا يصلوا. شفنا برضو مشاهد يعني في الكوارث دي لزملاء صحفيين موجودين داخل المياه وغاصين. شفنا برضو من الصحفيين اللي هم بيعتمدوا على الوسائل الجديدة. أنا على مدار 3 أو 4 أيام كنت بتابع في زميلنا صحفي اسمه سالم أبو علامة، أنا بحييه من هنا وبشكره. نعم. على المجهود اللي بيقدمه، وبمبادرة شخصية شاهدته إنه هو بينقل الأحداث في المناقل، سافر من هنا ومشى غطى. فنحن برضو بنحيي يعني الشباب، النوع ده من الشباب الحالي الموجود المواكب، ودي كلها مبادرات يعني صحفية حتى وين أتت فردية يعني. نعم، اللي هي شخصية. عموما الصحافة دورها إنه هي تقدم الواقع، وكمان من خلالها تكون هنالك يعني الأطروحات للحلول. لكن بالتأكيد الصحافة وأهميتها يعني لن ينكرها يعني أي شخص مهما كان، باعتبار أنه حتى الصحفيين الآن يعيشون نفس الأوضاع. يعني هم اللي بيعاني منه المواطن بيعاني منه الصحفي، حتى وإن كان هو يحمل همه هم أولاده، لكن يحمل معه هم الآخرين. طيب، ككلمة أخيرة يعني فيما يخص موضوع إنه الاتهام بأن الإعلام يأتي متأخراً عند اللزوم، يعني عايزينك توري الناس يعني هل الاتهام ده يعني على المطلق صحيح؟ هي الحكومة نفسها بتجي متأخرة يعني. نعم. والإعلام في دولة احتادت التأخر، إذا لم ينصلح يعني حال البلد والأوضاع الاقتصادية دي في نفسها هي تعالجت واصبحت جيدة، فلن ينصلح الإعلام يعني، لأنه الإعلام بيتأثر بالأوضاع الاقتصادية، بيتأثر بالظروف الموجودة. وحتى وإن أتى متأخر لكن الرسالة هي رسالة يعني، ودائما بيحاول يوصله وبيحاول ينقله للناس ويحاول يعكسه مهما كانت برضو الظروف. لكن الإعلام متى ما وصل كان هادف وكان له دور، وحتى الناس اللي بتسبق الإعلام بتنقل الأحداث دائما هي بتلجع بعد ذلك للإعلام. يعني هو اللي بيحلل، هو اللي بيكشف ما وراء هذه الأحداث نفسها. نعم. يعني بنشاهد أيوه يعني هو اللي بيحقق في صحة بالضبط بالضبط. فده كل إعلام يعني هي سلسلة متكاملة. يعني الإعلام أصلا هو حدث، يعني متى ما حصل الحدث هو الإعلام بعد ذلك يكون موجود، لكن لا يسبق الإعلام الحدث. يعني ممكن الإعلام يسلط الضوء على إنه على الدولة أن تسبق الحدث، زي ما شفنا في الكوارث الحالية يعني حصلات، وزي ما في مناطق بنلقى إنه الإعلام بيتكلم عن إنه لابد أن الناس مثلا تراجع القنوات بتاعت الري في مشروع الجزيرة مثلا، بنلقى إنه في تقارير خرجت قبل ذلك. صحيح. وده ليس الإعلام إنه هو عنده مع العلم بإنه قد يحدث كذا، ولكن هو يسلط الضوء على الخلل الموجود على أساس إنه ما تأتي الكارثة. نعم. فالإعلام دائما حاضر قبل وبعد وأثناء يعني. وأحيانا يكون الاتهام من شخص يعني هو أنت بتكون طرحت القضية اللي بيتكلم عنها لكن هو ما شاهدها. طبعا. يعني هو ما شافها لأنه هو ما كان حاضر لحظة الطرح يعني. لأنه طبعا. الإعلام دوره إنه يطرح قضايا مختلفة يعني، فالقضية اللي بتهمك وأنت يعني في الزمان والمكان اللي قدم الإعلام طرحه فيها ما موجود، ده ما بيخليك إنك أنت تقوم تتهم الإعلام بالتقصير، خصوصاً إنه العامل في مجال الإعلام بكافة مؤسساته يدرك تماماً تعقيدات العمل الإعلامي، ومهمة ليست بالسهلة ومهمة تكلف الإعلامي الكثير. نحن بنتمنى لك التوفيق بالتأكيد فيما كل
ما تقدمه في مجال العمل الصحفي، وننتظر منك بالتأكيد الكثير يعني، وإن شاء الله أمر النقابة ينتهي على خير ويكون هنالك جسم يمثل كل الصحفيين متفق عليه. وشكرا كثير الأستاذ مصعب شريف الصحفي، شكرا لهذا الحضور. أشكرك وأشكر كل المشاهدين، وأتمنى أنه كنت ضيفا خفيف الظل عليكم. الله يخليك، شكرا جزيلا.